السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوديعة السعودية لدعم الاقتصاد اليمني وطبيعة الإجراءات والخطط التي يجب أن تقوم بها الحكومة لتوظيف الوديعة وإنقاذ العملة. أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيهات بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي لدعم الاقتصاد وإيقاف تدهور العملة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني حتى الآن 3 مليارات دولار. تأتي هذه التحركات السعودية بعد مطالبة رئيس الحكومة أحمد بن دغر دول التحالف العربي بإنقاذ العملة اليمنية من التدهور بعد أن وصل سعر الدولار إلى أكثر من 500 ريال يمني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن الوديعة السعودية من إنقاذ العملة اليمنية والاقتصاد من الانهيار؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. توجيهات سعودية بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني لوقف انهيار العملة المحلية التي وصلت لأكثر من 520 ريالاً مقابل الدولار. الوديعة السعودية في حال وصولها ستكون هي الثانية منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي في أواخر عام 2014، ليصبح مجموع ما تم تقديمه وديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أمريكي، خطوة بحسب الكثير من المراقبين يجب أن تتبعها عدة خطوات وإجراءات أساسية لوقف الانهيار الحاصل نتيجة انعدام الموارد وسيطرة ميليشيا الحوثي على مخزون البلاد من العملة الصعبة واستمرار استخدام ميناء الحديدة كبوابة لتحقيق المكاسب المالية للميليشيا. تفعيل البنك المركزي الذي تم نقله إلى عدن أواخر عام 2016 وتغيير قياداته وإلزامها بالعمل من داخل عدن بدلا من استمرار تواجدها في العاصمة الأردنية ما تسبب بالانهيار المتوالي للعملة. الاكتفاء بالوديعة لن يوقف انهيار العملة على الأمد الطويل، بل يتوجب استعادة الحكومة للسيطرة على الموانئ والمطارات والتحكم بعملية الاستيراد والتصدير بدلا من ترك العملية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والتحالف. تحتاج الخزينة العامة للدولة للأموال التي قد توفرها عملية إعادة تصدير النفط والغاز، وهي الخطة التي كانت الحكومة قد أعلنت عنها مطلع عام 2016 قبل أن تتوقف بسبب ممانعة الجانب الإماراتي على تلك الخطوات وسيطرته على ميناء بلحاف وبقية الموانئ الخاصة بالتصدير بامتداد ساحل بحر العرب في شبوة وحضرموت. تحديات كبيرة تتطلب إجراء تغييرات جذرية في طريقة عمل الحكومة وأدائها وتحديد الاقتصاد وتنمية الموارد كأولوية في سلم اهتماماتها ووقف العبث والفساد والتحلي بالشفافية والوضوح. سلسلة من الخطوات إذا لم يتم القيام بها فلن يحدث أي تغير وستذهب الوديعة وكل الجهود لاحتواء الانهيار الاقتصادي أدراج الرياح. فهل ستنجح الحكومة اليمنية أمام هذا التحدي أم أنها سترفع الراية البيضاء قريبا؟ حياكم الله مشاهدينا، وأبدأ هذه الحلقة مع أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد. مرحبا بك دكتور. مرحبا وسهلا دكتور. وديعة سعودية بملياري دولار، هل ستكون الحل وتنهي المشكلة التي حصلت للاقتصاد وتدهور العملة اليمنية؟ شكرا على التساؤل، وأشعر أيضا بسعادة بالغة، وهذا خبر سار أن المملكة قدمت أيضا وديعة بملياري ريال للبنك المركزي اليمني. طبعا مع التأكيد أنه اليمن لا يمكن أن تعتمد على ذاتها في ظل الأزمات وفي وضع الراهن الحالي، أيضا الصورة أصعب وأشد. نعم. يعني من الصعوبة أن تعتمد على تمويل محلي حتى في ظل سياسات صارمة بسبب يعني تشوه هيكل الإنتاج في اليمن وغياب العدالة، اعتبارات العدالة الاجتماعية ومسائل كثيرة. الوديعة السعودية لا ستحقق
أو ستنجز توقف وتيرة الانهيار، انهيار العملة، وستعطي قدر من الثقة بالاقتصاد أو في الدولة أو محليا ودوليا لدى المستثمرين المحليين ولدى الخارج. نعم، لأن وظيفة الاحتياطيات النقدية أصلا هي مساعدة للبنك المركزي للتدخل لإحداث استقرار نسبي في سعر العملة والمحافظة على العملة. نعم، لكن في الظروف الحالية، في الظروف الحالية في ظل تعويم العملة وفي ظل ضعف الاحتياطيات النقدية، يعني أن 4 أو مليارين لا تكفي لأن يقوم البنك المركزي ممارسة سياسة تدخلية مثلا للحد من الطلب على الدولار. نعم، هذا الارتفاع، هذا الارتفاع، نعم دكتور، هذا الارتفاع الذي حصل الآن وبلغ سعر الريال اليمني مقابل الدولار 500 ريال، هل إذا ما وصلت هذه الوديعة إلى خزينة البنك المركزي سيعود الدولار كما كان سابقا؟ الدولار سيعود مش لناحية فقط حجم الوديعة، ولكن لأنه الاختلالات الاقتصادية الكادحة هي قائمة وعلى حالها، فبالتالي عودة العملة إلى مستويات سابقة يحتاج إلى 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 روافد جديدة ومستدامة أيضا لتعزيز الاحتياطي النقدي المركزي للعملات الصعبة، يحتاج إلى إنه موارد محلية تستمر في تغذية الاحتياطي سواء من موارد النفط والغاز أو الموارد الضريبية والبنوكية، وخاصة الموارد الخارجية اللي بالعملة الصعبة هي مصدر تعزيز للاحتياطي النقدي اليمني. نعم، ففي ظل الاختلالات هذه فقط ما يدري أو تساعد السعودية في هذا الضغط، يعني سيوقف هذا التدهور المريع ويقلل من حجم الأثر على الناس المعيشي والاقتصادي في اليمن. نعم، طيب دكتور سنعود بك الاتصال مرة أخرى لأن هناك إشكالية، صوتك غير واضح بصورة حتى نتمكن من سماع ما تقول بصورة أوضح. اسمح لي الآن أن نذهب إلى الدوحة، معنا الصحفي صدام الكمالي. مرحبا بك أستاذ صدام. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ صدام، هل نستطيع القول بأن الحكومة الشرعية والتحالف نجحوا أخيرا بتجاوز الأزمة الاقتصادية وإيقاف التدهور الحاصل للعملة اليمنية؟ لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة بهذا الحل، يعني هذا الحل هو حل مؤقت، ربما يشهد سعر الريال تحسنا في الأيام القادمة، وهو يعني بعد حتى بعد ساعات من الإعلان عن هذه الوديعة حصل هناك تحسن طفيف في 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 سعر الريال أمام الدولار، لكن هو تحسن مؤقت. إذا أردنا أن نحل المشكلة بشكل جذري، أنا برأيي على يعني على السعودية أن تدفع باتجاه عودة الدولة بكل مؤسساتها، بالرئيس هذه، بالحكومة، بكل البنك المركزي، أن تدفع باتجاه إعادتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل هذه المؤسسات. على الواقع على الأرض نحن يعني الدولة غير متواجدة، مؤسسة الدولة غير منفعلة، النفط لا نصدر نفط، لا ننتج نفط، النفط يعني بحجم الإيرادات النفطية لتمويل الميزانية والموازنة 75% تعتمد الموازنة على النفط، لا يوجد لنا نفط، الإنتاج الغازي متوقف، كيف يمكن أن نحل المشكلة الاقتصادية بوديعة؟ يعني الوديعة ستحل جزء، يعني ستوقف إلى حد ما تدهور الريال المتسارع، لكن حل الأزمة الاقتصادية بالشكل الصحيح هو بدعم عودة الدولة إلى عدن وفرض سيطرتها على الأرض وتفعيل المؤسسات. يجب أن تعود الحكومة لتعمل بشكل صحيح، يجب على البنك المركزي من 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 ساعة نقله إلى 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 عدن لم يعمل بالشكل الصحيح، يعني لم يكن لديه عملة صعبة. هذه الوديعة أعتقد أن من المفترض أن تشجع البنك المركزي للعودة إلى العمل بشكل صحيح، وتشجع الحكومة إلى العودة ويكون لها برنامج محدد
تعود ايضا الى فتح الموانئ، الى تفعيل المؤسسات، الى اعاده انتاج النفط وتصديره. نعم، اذا نعم صدام، نقول ان المشكله الاقتصاديه نعم. يعني تعافت او نعم. حلت. لا قيمة إذا لهذه الوديعة أو أي وديعة أخرى ستأتي ما لم تكن هناك خطة كما تحدثت بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة والموانئ والنفط حتى تسير العملية المالية والاقتصادية بصورة منتظمة ويتعافى الاقتصاد ولو تدريجيا. طيب الآن من خلال ما تابعت وتتابع تحركات الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، كيف تقيم أداء الحكومة؟ خلال الفترة الماضية برأيي يعني كان أداها ضعيفا، ليس لأنها حكومة ضعيفة ولكن لأنه المتاح للحكومة يعني هذا هو المتاح، يعني لم تكن تمتلك أدنى مقومات يعني الحكومة، هي في عدن وغير قادرة على بسط نفوذها كحكومة على أبسط يعني على أبسط مؤسسة الحكومة في عدن. نحن نعرف ما هو الوضع في المدن المحررة وبالذات في عدن، هناك دولة تتحرك بشكل غير صحيح في عدن. من المفترض على السعودية أن تضغط باتجاه فرض هذه الحكومة لسلطة أو سلطتها بشكل او باخر، يعني ولا تسمح لدوله او لاذرع تابعين لدوله بالتعامل مع الحكومه بالشكل الذي نراه. يعني لا الوم الحكومه لانه لا تتوفر لها ادنى مقومات يعني ادنى مقومات الدوله، بالتالي على السعوديه اولا ان تدعم هذه الحكومه من خلال الضغط على الامارات بشكل صريح انه تتخلى عن 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 هذا المشروع في الجنوب، او ولاحقا يمكن للحكومه ان يكون لها برنامج وتعمل بشكل صحيح وبشكل يدعم الاقتصاد. نعم، طيب ابقى معي صدام، اعود اذا الى عدن مع الدكتور يوسف سعيد استاذ الاقتصاد بجامعه عدن. دكتور يوسف، اذا الاجراءات الضروريه التي يجب على الحكومه ان تقوم بها الان للاستفاده وتوظيف هذه المبالغ بالصورة الصحيحة التي تسهم بإعادة الاقتصاد وتعافيه. هو هناك اتجاهين بالمسألة، إصلاحات بالبنك المركزي، يعني أولا استكمال بنية المعلوماتية والبنية التحتية للبنك المركزي بشكل سريع والمعلومات نعم إصلاح الإدارة، إصلاحات إدارية في البنك المركزي في عدن، لابد من وجود إدارة كفوءة تقود البنك المركزي وتصل به إلى القيام بدوره الفعال. هناك إصلاحات أو متطلبات تنطبق في الإنفاق العام الجاري. طبعا تلاحظ معي ظلة الإنفاق العام التوسعي وخاصة في الإنفاق الجاري طوال السنوات الماضية كلها في اليمن أحد أسباب عوامل تضخم الطلب، وبالتالي بروز التضخم في اليمن. هذا السبب ظل قائم حتى الان في ظل الحرب، يعني ما زال الانفاق الجاري مرتفع ولا زال السلوك الانفاقي هو نفسه كما هو رغم الموارد محدوده وخاصه التزامات الاجور. انا اهدف من هذا انه لابد من اجراء اصلاحات او وجود دولة رشيقة، أو بمعنى آخر أنه تقليل مستويات الوظائف في الدولة، عدد الدبلوماسيين، عدد الوزراء، عدد الوكلاء، عدد النواب، هؤلاء برضو يستهلكوا كثير من الموارد من الإنفاق العام، بالتالي لابد من نمارس دولة رشيقة في ظل الحرب، ولابد أيضا أن نعتمد أو نتخذ إجراءات للحد من واردات، اجراءات في واردات كماليه غير محتاجه لها الدوله. لابد ان وايضا لابد من اجراء رقابه على الاسعار، اصحاب المضاربين في سعر نعم. يتحدد لهم اسقط
نعم. إذا دكتور التمثيل، نعم دكتور التمثيل الدبلوماسي وأيضا زيادة مثل كما تحدثت الوزارات ووكلاء الوزارات ومدراءها والنواب، هذا هو عبء كبير تتحمله الموازنة في ظل شحة إمكانات، أليس كذلك؟ في ظل ظروف استثنائية، نحن مش بحاجة لهذا العدد الكبير. بمعنى آخر لابد أيضا في إجراءات، أيضا يعني مثلا نحن لابد أن نبحث عن أن نناقش أو نتفق مع دول الخليج الأخرى والدول والصندوق الناقد والبنك الدولي بالوفاء بالتزاماته أيضا لضخ موارد خارجية وهي التزامات سابقة، لكن البنك على الدولة أن تتخذ إجراءات وأيضا لابد من توافق السياسة المالية والنقدية، لابد من توفير موارد مستدامة للبنك المركزي. البنك المركزي هو عبارة قناة أو عبارة عن مركز للاستيراد أو لقنوات متعددة للموارد حتى تكون مستدامة، فلا بد أيضا أن نضمن وجود موارد مستدامة ضريبية وغير ضريبية لدعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية. هناك أيضا حاجة أريد أن أسير أو مقترح أو عبارة عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وهي أيضا عملية طباعة النقود. الآن يجب أن تحد الدولة من طباعة النقود، يجب أن تتوافق طباعة النقود مع المتاح من احتياطي نقدي. نعم طيب، لا يكون التضخم مصدر طباعة النقود أيضا. نعم طيب أشكرك هناك جزيلا. هناك نحن حتى نعم صديق، حتى في مجال الحج والعمرة هناك احتاج لترشيد. نحن ما نستلمه من المملكة كمساعدات ندفعه بيد أخرى. هنا أنا مش هنا ضد الموقف من الناس إنهم ما يدوا فرائضهم، لكن الحج هناك ناس يحبون عش يعني في كل سنة حج، وناس يعتمروا 3 مرات في السنة في ظروف حرب. هذه برضه تسرب للعملة الخارجية. نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد، وينضم إلينا الآن من الرياض المحلل السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك أستاذ سليمان. أهلا مساء الخير، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. اهلا بك استاذ سليمان، مع يعني الشكر والتقدير الكثير يعني من الحكومه اليمنيه والرئاسه اليمنيه للوديعه التي يعني اعلنت عنها السعوديه للدعم الاقتصاد الوطني في اليمن والحفاظ على العمله من الانهيار، لكن هناك من يقول لماذا لا تتخذ المملكه العربيه السعوديه ايضا اجراءات اخرى تعمل على يعني تعافي الاقتصاد بصوره دائمه وليس حل مؤقت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أوضح أن الوديعة السعودية هي الثانية، حيث كانت الوديعة الأولى 1 مليار دولار وهذه الوديعة 2 مليار دولار. كما أن هذه الودائع ليست فقط هذه كلها تمثل فقط الدعم السعودي، فمن مارس 2015 وحتى ديسمبر الماضي 2017 نعم. قدمت المملكة العربية السعودية 8 مليار دولار و350 مليون دولار، كان منها لمساعدات إنمائية يعني للبنية التحتية الأولية، يعني نستطيع أن نقول بين قوسين الأولية 2 مليار و950 مليون دولار، يعني نحو 3 مليارات دولار قدمت السعودية لدعم البنية التحتية ومساعدات إنمائية في الصحة وفي التعليم وفي الخدمات الاجتماعية. نعم. كذلك مساعدات إنسانية وغذائية نحو 1 مليار دولار، بالضبط 998 مليار دولار. نعم. أيضا مساعدات ثنائية حكومية يعني لتقوية موقف الحكومة ولصرف مصروفات الحكومة و يعني تسيير نعم اعمال الحكومه. نعم استاذ سليمان، نعم
هذه المبالغ التي تتحدث عنها بالتأكيد هي يعني ساهمت بصورة أو بأخرى، لكن ربما اليمنيون يتساءلون لماذا لا يعني التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية والإمارات لماذا لا يحاول أن يعني يأخذ بيد الحكومة، تفتح الموانئ، يعني يعاد تصدير النفط، تفتح المطارات بالصورة الاعتيادية، المنافذ، ربما هذا ستساهم بشكل كبير في رفض الاقتصاد اليمني والتخفيف أيضا على التحالف العربي. نعم، أنا أؤيد كل كلامك هذا، وحسب التصريحات الرسمية للتحالف العربي أن الموانئ كلها مفتوحة. صحيح نسمع إنه في بواخر لم تصل أو لم يسمح لها بالدخول، ربما هناك إجراءات تفتيش فيما يتعلق بآليات الرقابة على تهريب الأسلحة أو غيرها. طبعا هذا يعني صحيح أنه سيعطل بعض الإجراءات الواردات السلعية، لكنه أنا متأكد أن التحالف العربي يدعم الدورة الاقتصادية اليمنية، لأنه بالأساس هو يقدم مساعدات إغاثية. يعني تفتكر أخي الكريم أنه التحالف لا يريد الدورة الاقتصادية أن تنمو؟ نعم، أساسا هو الآن يقوم بالمساعدات التي يقدمها، يقوم بمعالجة نقص نعم الواردات الاقتصادية أو الدورة الاقتصادية. لا أتوقع أن هناك تعمد لتعطيل المسيرة الاقتصادية، لأنه في الواقع هو يعالج آثار الإخفاق في نعم ضيفي الآن نعم أستاذ سليمان، ضيفي الأستاذ الصحفي صدام الكمالي وهو مهتم بالشأن الاقتصادي ذكر نقطة بأنه يعني مهما يعني المملكة جابت من يعني دعم للاقتصاد الوطني أو ودائع أو يعني مكرمات لن تحل المشكلة ما دام هناك طرف في التحالف يعمل على إعاقة يعني تشغيل هذه الموانئ والإيرادات الخاصة بالدولة وهي الإمارات العربية المتحدة بصورة أوضح وبصورة مباشرة. أنا أعتقد إنه دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم أيضا مساعدات، وأنا أسمع في الأخبار وفي النشرات وفي البرامج الإخبارية أسمع مساعدات طبية وإنسانية ووقود وغيره. لا أعتقد إنه دولة يعني تقدم مساعدات من 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 خزينتها من 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 احتياطيها، مساعدات طبية وغذائية من احتياطيات شعبها وتتسبب في تعطيل الدورة الاقتصادية من أجل أن تقوم ربما لأن لديها مشاريع ومطامع. أستاذ سليمان، لها مشاريع ومطامع تريد تنفيذها، وهي كما يقول الكثير من اليمنيين السيطرة على المياه اليمنية، بناء قواعد في الجزر اليمنية، السيطرة على الموانئ، المطارات. اسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة للصحفي صدام الكمالي. صدام، ما رأيك بما طرحه الأستاذ سليمان؟ تفضل. يعني مع الاحترام بكلام الأستاذ عقيلي، لكن 8 مليار الذي يتكلم عليها التي قدمتها السعودية كنا نتمنى أن تقدمها لحكومة تبسط يعني على الأرض متواجدة يعني، وتبسط الدولة ومؤسساتها وفاتحة مؤسساتها على الأرض. لكن نحن نعرف أن هذه 8 مليار قدمت بشكل أو بآخر مثلا لمنظمات حقوقية دولية صرفت على الشرعية من رواتب. وأنا وافق كلام ضيفك السابق حول الترهل الحاصل في التوظيفات، التوظيفات الشرعية. من المفترض أن يكون هناك حكومة من خمسة وزراء فقط، يعني حكومة حرب، نحن في حالة حرب. مشروع الإمارات في الجنوب لا يعني أصبح واضح للعيان، يعني ليس خفيا. يعني هناك محافظ، هناك محافظ عين بشكل من رئيس الجمهورية لم يستطع أن يتواجد في مكتبه، ونحن نعرف من منعه من ممارسة مهامه. نحن نعرف أن الحكومة لم تستطع أن تمارس مهامها بشكل أو بآخر في عدن، ونعرف لماذا
لم تستطع أن تقوم بواجبها في عدن. لماذا؟ لماذا؟ صدام لماذا؟ لأن هناك الدروع للإمارات بشكل واضح، هناك الدروع للإمارات تعمل على عرقلة يعني تسيير للحكومة أعمالها في عدن. عين محافظ لأنه الإمارات غير راضية عنه، يعني وجهت أدروعها في عدن وفي هو الجنوب إنه لعدم تمكينه. طيب. هذا المحافظ قدم استقالته. الحكومة يعني مغادرة رئيس الوزراء الأخيرة كانت بعد ضغوطات وبعد منعه من 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 إذن هي ممارسات. نعم صدام، كما تحدثت ربما يعني تعمل الإمارات على إعاقة التواجد الشرعية وعملها. أشكرك جزيل الشكر الصحفي صدام الكمالي. وعودة أخيرة إلى الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، هل يمكن أن تشهد اليمن في الفترة المقبلة تدخل سعودي مباشر لي يعني الأخذ بيد اليمنيين من أجل أن يتعافى الاقتصاد، تعاد الموانئ، تفتح بصورة مباشرة، وتتخذ إجراءات حتى ضد الإمارات العربية إن كانت هناك يعني نية لإيقاف ما يقول عنها اليمنيون بأنها تحاول تعطيل كل الموانئ اليمنية، تحاول تعطيل المطارات، تحاول تعطيل المياه اليمنية وكل الإيرادات وعلى رأسها أيضا النفط؟ أولا أخي الكريم، القضية اليمنية هي في الأساس قضية أمن قومي سعودي. نعم. وهي والمملكة العربية السعودية معنية به يعني بطريقة مباشرة. نعم. ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جاءت لمساعدة المملكة العربية السعودية ولمساعدة اليمن في تثبيت الأمن القومي للبلدين وفي تعزيز صيانة. نعم. إذن كل تصرفات الإمارات أستاذ سليمان هي أنتم تتفقون معها جملة وتفصيلة في المملكة العربية السعودية؟ أنا في الواقع لا أتفق ولا يعني لا لا أدعم ولا أنفي ولا أؤكد هذه الأنباء، لأنه من الناحية السياسية ومن الناحية العقلية لا يمكن تصور أن الإمارات تصرف أو تعطل التنمية الاقتصادية في اليمن أو الثورة الاقتصادية. ربما هذا الشيء هو الذي أثار حفيظة اليمنيين فعلا أستاذ سليمان، وهذا ما أثار حفيظة اليمنيين وأبدوا استغرابهم من التصرفات التي تعمل ضد التحالف وضد الشرعية. ما الذي تريده الإمارات إذن؟ أنا أقول لك أنا لا أستطيع أن أفهم أن هناك دولة تعطل عمل الحكومة أو الدورة الاقتصادية أو الإنتاج الاقتصادي أو هيكل الدولة أو آليات عملها من أجل أن تدفع هي أو تقوم هي بهذا العمل المكلف. يا أخي، عمل تسيير بلد زي اليمن عمل مكلف مرهق اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. ورأينا أخي الكريم التضحيات التي قدمها الجيش الإماراتي والجيش السعودي مع أخوانهم في الجيش اليمني، تضحيات جسام جدا. ولذلك أنا أعتقد أنه إذا في ثغرات معينة فهي من المؤكد أنها أخطاء غير مقصودة أو خلل في تسيير العمليات أو شيء من هذا، لأنه لا أتصور أنا كمراقب سياسي أن الدول تعطل عملا ما من أجل أن تقوم فيه أو أن تصرف عليه. يعني لا يمكن أن نقول إنه الإمارات تعطل الموانئ. نعم. طيب أستاذ سليمان. نعم أستاذ سليمان، سؤال أخير. نعم. أنتهى الوقت أستاذ سليمان، انتهى الوقت، ولكن اسمح لي لو سمحت استاذ سليمان. يتطلب اموال ضخمه. نعم. ومرهق سياسيا واقتصاديا. انا اخي الكريم لا اود تبسيط هذه المساله بسبب خلاف سياسي او تسييس هذا الموضوع. انا اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه تقوم ستعمل على تصحيح هذا المسار في الفتره المقبله. هل تعتقد ستصحح هذا المسار؟ 20 ثانيه فقط، انتهى الوقت أستاذ سليمان. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. والشكر أيضا للصحفي صدام الكمالي، وكذلك لأستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد.
في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معدة هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.